طلبة المعهد الفنية الصحية، معاكم الدكتور عاطف عبد المجيد مدرس الفود أناليسيس بالمعهد الفنية الصحية. النهاردة هنتكلم عن شابتر 5 كومبوزيشنال أناليسيس أوف فود. أناليسيس أوف فود هنتكلم باختصار عن المونشر كونتنت، مونشر كونتنت بارت 1. مونشر مونشر ايه مونشر مونشر كونتنت بارت 1، ايه هي اهميه امبورتنس اوف موتشر. الموتشر اللي هي ابار الرطوبه او الووتر، الووتر كونتنت اللي موجوده في السامبل في العينه اللي عندي. يبقى الموتشر هي الووتر كونتنت اللي موجوده في السامبل اللي عندي، يبقى كميه الرطوبه اللي موجوده عندي دي طبعا بتبقى مهمه جدا بروسيدرز ديت عشان في البرودكت، عشان اعرف ان من المهم جدا ان انا اعرف اللي هو الاماونت بتاعت الموتشر اللي عندي. الدراي ماتر اللي عندي هنا ترميز افتر مونشر ريموفال از كومنلي يوز از توتال سوليد. يعني انا عندي بجيب العينه بحطها في بتر ديش او في اي سم في اي ديش، وبعدين بحطها في الاوفن هتتبخر الميه دهيت. اتبخرت الميه ديت، الجزء اللي متبخر ده بسميه توتال سوليد. يبقى انا عندي العينه او السامبل فيها جزئين، توتال سوليد وفيها الموتشر. الموتشر اتبخر، بخرت الموتشر دهوت، فبقى عندي التوتال سوليد اللي موجود عندي. نتكال فاليو اوف از اوف جريد ايكونوميك امبورتنس تو فود مانيفاكتشر بيكوز ووتر از ان اكسبنسيف فيلر. يعني انا دايما بقيس الميه او الموتشر ديت ليه؟ لانها بتبقى ذات قيمه اقتصاديه عاليه، لان بالنسبه للمصنع ليه؟ لان هو دايما بيحط ميه الفيلر اللي هي ماده مالقه وبتبقى غير مش غاليه جدا، فعشان كده بحط الماده عندي هنا عشان الموتشر. فبالتالي الموتشر ده لو انا شلت الموتشر ديت من العينه او حددت الموتشر ديت، فبالتالي هيبقى التوتال سوليد اللي عندي. الموتشر از كواليتي فاكتور ان ذا بريزرفيشن اوف سام برودكت. يعني الموتشر عندي هنا بتبقى مهمه جدا، كواليتي فاكتور ان بريزرفيشن، يعني بعض بريزرفيشن از ان ان as in dehydrated vegetables and fruits. يعني دايما بنحط اللي هو الووتر دهيت او في البرودكت في عشان تعمل بريزرفيشن. بريزرفيشن يعني بتعمل حفظ. يبقى الاهميه الاولانيه عندي ان الموتشر از كواليتي فاكتور ان بريزرفيشن اوف فود. بحط لها الووتر دهيت dehydrated as in dehydrated vegetables and fruits. الموتشر از يوزد از ا كواليتي فاكتور از جام وجيلي تو بريفنت شوجر كريستاليزيشن. لازم العينه ايضا الموتشر بتبقى عندي هنا في عمليه الشوجر كريستاليزيشن، لان انا لو شلت الميه هنا مثلا في المربات او في الجيلي، فبالتالي هيحصل سكر هيتكون الى كريستال، فبالتالي لازم احط ميه عشان ادوب بيه الشوجر دهوت. ايضا ريديوزد موتشر is used for convenience is packaging and shipping as a concentrated milk. فبالتالي ايضا اللي هو reduce moisture ده هو used as convenience in packaging or shipping في عملية الترانسبورت بتاعت او الباكج بتاعت concentrated milk. فبالتالي ليه اهمية كبيرة. الموتشر or solids content is often specified in كومبوزيشنال ستاندرد ستاندرد اوف ايدنتيفاي. فبالتالي ان انا لما اقول على سبيل المثال الشيدر شيز ديت ماست بي ما تزيدش عن اكتر حاجه اللي هي 39% موتشر، يبقى هنا عشان في النيوتريشنال ليبلنج لازم ان انا بعرف كميه الموتشر اللي عندي كميتها قد ايه، وخاصه مثلا جبنه، لان لو اكتر من كده حصل سبولش للعينه عندي او الفود اللي عندي دي. ايضا في بتستعمل الموتشر في الفود بروسيسنج اوبريشن، لازم ان هو بيبقى لها في الموتشر اي بروسيسنج اوبريشن لازم بيبقى فيها عمليه الاهميه بتاعت الموتشر اللي عندي هنا. الموتشر اللي موجوده عندي في الفود بتبقى بتنقسم الى ثلاث انواع، الفورمز بتاعتها او الاشكال بتاعتها، فري ووتر، ووتر عاديه مضافه فري موجوده، والازوربت ووتر هو بيمتص الازوربت ووتر دهيت ميه ممتصه، مثلا لو حاجه جافه بيمتصها، او في الووتر اوف هيدريشن. ووتر اوف هيدريشن اللي هي عمليه ووتر اوف هيدريشن ان هو يستخلص منها، او الهيدريشن ريموفال اوف ووتر، يعني الاكل فيه او الفود دهوت فيه هيدريشن، يعني انتزاع الميه منه. يبقى الفورمز بتاعتها دي ثلاث انواع اللي هي الفورمز بتاعتها، فري ووتر والازوربت ووتر اوف هيدريشن. السامبل بريبريشن، لو انا حبيت اعمل السامبل بريبريشن ده ببتدي اعمل ريبريزنتيف سامبل وريفنت تشينج ان بروبرتيز اوف سامبل بيرير تو اناليسيز اور تو ميجر بوتنشال سورسز
of error in manifold analysis procedure. يعني عشان امنع اللي هو البيريوس الايرورز في السامبل اللي عندنا هي لازم حاجتين، لازم يبقى تبقى العينه سيلكشن اوف ريبريزنتيتنج سامبل وريفنت تشينج اي تغير في العمليه بتاعت السامبل، لان لو انا الحاجتين دول حصل فيهم تغير يبقى بالتالي العينه اللي عندي ما بقتش بريزنتيتيف ومش هتطلع لي الاريا بتاعتي مظبوطه او تطلع لي التحليل بتاعي مظبوط. When determining the mixture content of a food, it is important to prevent any loss or gain of water. يعني لما اجي اقيس او عشان احلل الماي كميه الماي اللي عندي دي امنع ان هو العينه تكتسب او تفقد اي جزء من الماي. For this reason, exposure of sample to atmospheric and excessive temperature fluctuation should be minimized. يعني بالتالي العينه دي هي لازم تتحفظ كويس، لازم ما احطهاش لان ما عرضهاش للاتموسفير وما احطهاش للاكسسيف تمبريتشر فلكتويشن اللي هو عشان ما اقلل الكميه ديت عشان الميه لو اتبخلت ولا حاجه فتبقى العينه ديت مش مظبوطه عندي. المشر كونتنت اوف سامبل اندر تيست ماست مينتين فروم ذا تايم The sample is obtained until all experiments are finished by storing it in a sealed container. فبالتالي العينة دهيت العينة اللي أنا بحتفظ بيها دي عشان في أقل وقت لازم يبقى الوقت بتاعها محافظ عليه ووقت قليل، وباخد العينة دهيت وأحطها في الصورة ان سيلد كونتينر. سيلد كونتينر اللي هو غطاء مقفول، يعني بحطها باخد العينه بتاعتي واحطها في كونتينر مقفول سيلد كونتينر عشان احافظ على اللي عندي الدم اللي موجود عندي. المشر الموبل از سام تايمز بيس اشيب انتو ستيج بروسيس ليكويد برودكت زي الجويس والميلك ار كومنلي بري درايد اوفن اس سيم باث so before drying in an oven. يعني لو انا عندي جويس او عندي ميلك فبالتالي بروح اعملهم احطهم الاول بعملهم بري دراين في الستيم بس في حمام بخار كده بحمام بخار كده ماي واحطهم قبل ما بحطهم في الفرن. ليه؟ لان لو حطيتهم في الفرن هتجففهم والرايه مش هتبقى مظبوطه، فبالتالي لازم احطهم في الستيم باس قبل ما بحطهم في الفرن. البرودكت ساتش بريد الخبز والفيلد درايد جرين بحطها عاده في اير درايد، بحطها في اير درايد في بكثفها في الهواء الطلق وبعدين بطحنها زين جراوند اند اوفن درايد، وبعد كده بروح وزنها بعملها هوموجينس الاول اخلطها وبعد كده بروح حاططها في الاوفن درايد. المشر كونتنت كالكوليتد فروم المشر لوس ات بوث اير اند اوفن دراي ستيبس بارتكل سايز particle size distribution sample size with surface area during drying influence the rate of efficiency of moisture content. يعني انا لما بجيب العينه مثلا بتاعت البريد حط الجرين وبحطها في الهواء الاول لو عاوز العينه الاول كنا وزن العينه وبعدين اسيبها في الهواء الطلق تتجفف شويه بعد كده احطها في الفرن، دي الحاجات دهيت بتبقى الوزن بتاعتنا لازم ابقى واخد الوزن ده. ايضا البارتكل سايز اللي هو قبل الطحن والبارتكل سايز ديستريبيوشن قبلتها كويس والسايز بتاع السامبل والسيرفيس اريا كل دي العوامل دي بتاثر على الريت والافشنسي اوف موتشر. البروسيدورز اللي عندي composite food stuff and fruits and vegetables dry cooked. يعني بالتالي dry coded يعني for very wet sample plus on a steam bath until the excess water has evaporated. يعني انا عندي عينه مثلا بتاعت food stuff او fruit او vegetables بجففها الاول لوحديها احطها في الهواء الطلق كده اهوت وبعدين بعد كده اهوت احطها لو بالنسبه للويت سامبل لو هي في عينه ويت سامبل زي الوات زي الجويس او زي الميلك والكلام ده كله بحطها في السيب باس until the excess water is evaporated وبعد كده دراي ات ان ان اوفن ات 110 من 100 من 100 ل 105 درجه مئويه اور ان vacuum oven at 68 من 72 درجة مئوية to constant weight. لازم يبقى ثابت، يعني احطها في الفرن من 100 ل 105 درجة مئوية او بحطها في الفاكيوم اوفن عند درجة حرارة من 68 ل 72 لغاية ما تديني وزن ثابت. The drying process should be repeated for further 30 minute periods until successful wetting
دي باي ليس ذان 1/10 مللي جرام اوف ذا اوريجينال ماس اوف ذا فود سامبل. يعني انا بالتالي باخد العينه اوزنها احطها في الاوفكر واطلعها في الديسكيتور وبعد كده اوزنها وبعدين اخدها تاني احطها في الفرن بعد كده هو التاني احطها في الفرن عند درجه حراره 100 وبعدين اطلعها واوزنها. لو لقيت الفرق ده هو اقل من 1/10 يبقى انا ضمنت كده ان الشغل بتاعي مظبوط، العينه بتاعتي مظبوط. داير برودكت وال100 برودكت بالنسبه لهم داير برودكت وال100 برودكت سيميلر تو للخطوه الاولانيه، ولكن ان انا بستعمل هنا هو الساند تو ايت ذا دراينج بروسيس. يعني انا بجيب الدش دوت اللي عندي اللي بوزنه فاضي وبحط فيه سامبل وبوزنها الساند دي ترمى بوزنها وبعد كده هو اللي هي بروح حاطط فيه بحطها في الفرن لمده ساعتين وبعدين كده بطلعها بوزنها. يبقى لازم هنا بستعمل الساند اللي هي رمله على اساس ان هي العينه ما تلزقش في الطبق ويحصل لها جيلاتينيشن او ان هي تتكسر او يبقى في الحاله دي ما قدرتش مش هعرف عليها كويس. ايضا فور فيري ويت سامبل زي اللبن مثلا بليس ان السيم باس انتل ذا اكسس ووتر هاز ايفابوريتد. لو الميلك قلنا بنحطه السيم باس يبقى عندي لو الميلك زي اللبن بحط الاول في السيم باس ببقى اعمل له ايفابوريشن. لو عينه زي الميت برودكت بروح حاطط في الدش ده هو بحط ساند رمله على اساس اوزنها عشان ما تلزقش في القعر بتاع الدش ده. ريكورد ذا ويت اوف كريسبل بلس كونتينز افتر دراينج اند كالكوليت ذا موتشر اند توتال سوليد كونتينت اوف ذا فود. احنا قلنا ان انا بجيب الكروسبل او الدش ده هو واروح حاطط فيه اذا كنت احط فيه ساند اذا كان فيه مثلا زي الميت وبوزنهم تبقى دي وهي امبيتي اللي هي الوزن فاضيه وبعد كده هو بحطها في الفرن لمده ساعتين ثلاثه عند درجه حراره من 100 ل 105 وبعد كده هو اروح مطلعها وزنها حطيتها في الديسكتر واوزنها وبعدين ادخلها في الفرن ثاني لمده نص ساعه بعدين ارجع اوزنها ثاني لغايه ما تثبت الوزن بتاعتي ده. الوزن الفرق دهوت او الفرق دهوت عباره عن الموتشر والكميه اللي موجوده يبقى ال 100 ناقص كميه الموتشر ديت بتديني كميه التوتال سوليد اللي انا عايزها ده. ماشي يا جماعه؟ فبالتالي الكالكوليشن عشان نعمل كالكوليشن بقول البرسنتج اوف موتشر از كالكوليتد از فول. برسنت اوف موتشر ويت بير ويت بيساوي W2 minus W3 على W2 minus W1 في مية. W1 اللي هي initial weight of empty crucible. crucible فاضية ورود والساند. يعني انا جبت الكروسبل عندي او الدش وهو فاضي. وحطيت فيه رملة مثلا ورود اللي هي بقلب بيها دي وزنتها وزن فاضي فبالتالي دي W1. طب W2 عبارة عن ايه W2؟ W2 ده اللي هو weight of crucible والفود. والساند بيفور دراي قبل ما بيعملها دراي. طب دبليو 3 اللي هي الفاينل ويت اوف كروسبل بعد الدراي يبقى انا دبليو 2 دهيت اللي هي كروسبل قبل الدراينج ودبليو 3 اللي هي بعد الدراينج ودبليو 1 اللي هي الامبيتي وهي فاضيه ما فيهاش اي حاجه. فبالتالي يبقى توتال سوليد بعد كده يبقى كميه المشهد دي طلعتها. ماشي؟ طب ال 100 بقى توتال سوليد عباره عن 100 ناقص برسنت اوف موتشر. يبقى توتال سوليد 100 ناقص الموتشر هيديني ال مايكروويف اناليزر. دي الطريقه الثانيه. يبقى اول طريقه اللي هي الاوفن الفرن العادي. الطريقه الثانيه دي المايكروويف اناليزر ديترمينيشن اوف موتشر اند فود برودكت باستخدام يوزنج ستاندر اوفن ويتش از كولد. بستعمل بيديني بيستخدم كان الاوفن دوت بيديني بيستخدم او الستاندر اوفن دوت بيستخدم باخد وقت كتير ممكن دراي من ساعات الى ايام. انما هنا هو في الميثود دهيت اللي هي في الانفرا ريد او الميكروويف بستعمل اللي هو انكلودنج انفرا ريد والفيروس تايب اوف انسترومنتال يوتيلايز هالوجين لامبس اور سيراميك هيتنج اليمنتس. دهوت بيستخدم السبوت تشيكينج. ماشي؟ تشيك بعمل تشيك او سبوت تشيكينج بفور زير سبيد وبسرعته وايضا بس زي ليك باي ذا اكيرسي اوف ستاندر اوف الميثود. المايكروويف ماتشر اناليسيس دهيت بستعمل مايكروويف دراينج بسميه يعني مايكروويف ماتشر اناليسيس او مايكروويف دراينج او مايكروويف اناليزر. ده بيستعمل انه فيرست بريسايز او رابيد تكنيك ذات الاو سم سيجمنت اوف ذا فود اندستري. يعني دلوقتي بدل ما كنا بنستعمل زمان الاوفن العادي دلوقتي لا بنستعمل دلوقتي المايكروويف ماتشر
هو الميكرويف موتشر او ميكرويف دراي ده بيعمل لي العينات في دقائق، ولكنه سريع ولكن بيبقى غالي شويه. some consideration which using microwave analyzer to mutual determination the sample must be of uniform. يعني ايه يونيفورم؟ يعني العينه كلها ممثله او متماثله كلها مخلوطه كويس. ليه؟ ومن حجم واحد، سايز بتاعها بيبقى حجم واحد عشان يحصل drying under the condition specified. the sample must be located centrally located and evenly distributed. يعني بتتحط في النص، لوكيتد في السنتر، بتتحط في السنتر في الانالايزر ده. سام بورشن از نوت برند اند اذر اريا ار اندر بروسس. يعني لازم العينه ديت بتبقى يونيفورم، العينه السامبل بتاعت يونيفورم، وعشان يحصل لو سايز ومن سايز واحد، ولازم تكون محطوطه في النص، ما تحطش على الحرف عشان ما تتحرقش مثلا وبتفقد الموتشر بتاعتها، فبالتالي هتبقى الاريا بتاعتي مش مظبوط. ايضا amount of time is used to place to plus an appropriate sample weight between beds must be minimized to prevent mature loss or gain before weight determination. يعني لازم احط ان هو الوقت اللي احط فيه العينات دهوت السامبل دهيت لازم تبقى كلها اقللها عشان اقلل الوقت اللي هو اتحط فيه العينات دي عشان امنع ان هو لوس او جين before determination. الميكروويف دراينج بروفايد فاست واكيوريت ميثود. طبعا فاست واكوريت لان بتعمل في دقائق. فور فود موتشر كونتنت ميثود انسفيشنت اكوريت فور روتين اسي. ايضا الميثودز الدهيت كان بي ديستورد ان ذيس ميثود كان نوت بي يوز تو في الماتيريال اللي هي ديسترويد ات ذا تمبريتشر اند اوز اور هوز اوز هوم الفيزيكال كومبوزيشن بتاعها شينج ات هاي تمبريتشر وش زي الشوجر مثلا. يعني الميثودز دهيت لو هي الماتيريال عندي درجه الحراره بتاعتها عشان الميكرويف ده درجه الحراره بتاعته عاليه، فبيبقى اي ماده هيحصل لها دستروي او يحصل لها فيزيكال كومبوزيشن زي السكر هيتحرق مثلا، فبالتالي ما ينفعش بيها الطريقه دي. Another style of microwave oven that include a vacuum steam system. A vacuum system دوت الميكرويف دوت بيبقى فيه vacuum. فيه vacuum فبالتالي هنا بحافظ لي لو حطيت العينة عندي وارتفع درجة حرارتها ما بيأثرش فيها. This vacuum microwave will accommodate one sample in triplicate or three different samples at one time. يعني ان انا بجيب العينه بتاعتي هنا وممكن احطها عملات ريبليكيت، يعني اكرر العينه ثلاث مرات مثلا واحطها في الفرن ده في وقت واحد، وفي 10 مينت الريزلت بتطلع عندي ريبورتد سيميلر تو 5 هاور في 5 ساعات ان باكم اوفن ات مي درجه مئويه. يعني السامبل هنا والباكم بيوفر لي في التايم بتاع العينه عشان اطلع العينه بتاعتي ديت تطلع مظبوطه ويبقى ما بقاش مشكله. بعد كده قلت في عندي النوع اللي هو انفراريد دراين. انفراريد دراين دوت انفولفز بنتريشن اوف هيت انتو سامبل بينج دراين. يعني الانفراريد دوت بيعمل بنتريشن يعني اختراق، بيعمل اختراق. انفراريد ده بيعمل بنتريشن اختراق للهيت للسامبل. كومبيرد ويز هيت كوندكتيفيتي اند كونفكشن اوف كونفكشنال اوبن. يعني دهوت بيخترق درجه الانفراريد دوت بتخترق لي العينه، فبالتالي هطلع الووتر اللي فيها بسرعه غير الاوفن. الاوفن بس بيبقى على السطح، انما هنا هوت الانفراريد بيخترق such heat penetration to evaporate measure from the sample can significant shorten and rapid and require drying time من 5 ل 10 من 10 ل 25 مينت. فبالتالي العينه انفراريد بتبقى توفر لي في الوقت. ليه؟ لان بيحصل بنتريشن بتخترق السامبل، فبالتالي بيحصل ايفابوريشن اكتر للمشر ده. انفراريد لامب يوز تو سبلاي هيت تو سامبل ريزلت ان فايلمنت تمبريتشر من 2000 ل 2500 كلفن ديجري. يعني درجة الحرارة هنا في الانفراريد ديت في الكلفن ديجري بتبقى من 2000 ل 2500 درجة كلفن. ايضا فاكتورز ذات ماست بي كنترولد انكلود ديستانس اوف ذا انفراريد سورس فروم ذا درايد ماتيريال اند سيكنس اوف سامبل. الفاكتورز اللي هي بكنترول ديستانس بيبقى الديستانس المسافة والسيكنس في الدرايد ماتيريال والسيكنس بتاع السامبل ده بتأثر كل ده في الانفراريد.
that can measure the pH carefully that the sample does not burn، يعني ما تكونش تتحرق، يعني ما تكونش فيها ماده اساسا محطوطه مثلا زي الدهون، زي الدهون ما يكونش فيها مثلا ماده محطوطه فيها زي الايثر، بتروليوم ايثر ولا حاجه، لا ما ت... وما تتحرقش الماده دي زي الشوجر مثلا، يعني الشوجر ما حط... ينفعش تتحط في العينه دي. اور كيس هاردن وايت دراينج، انفر ريد دراينج اوفن مي بي equipped with forced ventilation، دايما ventilation way to remove mature air and analytical balance to read mature content directly. اه يعني في الانفراريد رايد هيت في الاوفن دهوت بيبقى فيه ventilation، بيبقى موجود فيه ventilation عشان نطلع remove mature دوت زي شفاط دوت، يروح مطلع لي الميه اللي هي removed mature air دهيت، وبيبقى فيه ميزان عشان يروح عطيني القرايه على طول، عطيني القرايه بتاعت المتشر كونتنت دايركتلي. يعني انا بحط العينه وهو بيشتغل على طول اظبط التمبريتشر بتاعتي، فهو بالتالي على طول بيروح مطلع في فنتيليشن جوه هوايه، بيروح مطلع لي او شفاط بيروح مطلع لي المتشر كونتنت دوت واديني القرايه بتاعتي على طول. انفراريد راند متشر اناليسيس تكنيك ار ابروفد باي اي او اي سي دوت متوثق، اللي هو انفراريد دوت التكنيك دوت بطريقه الاي ومطابق بالاو اي سي ايضا دي تكنيك. اشكركم، وده الجزء الاولاني من المحاضره بتاعه الموتشر.